بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا تزال هذه الحرب الشنعاء مستمرة على الإسلام والمسلمين. لا يزال الإعلام الشيطاني الكاذب يشوه ويكذب على الله وعلى رسوله وعلى كل بلاد المسلمين. تعرفون لماذا؟ الإسلام الآن أكثر وأسرع وأول الديانات انتشارا في العالم، حاربوه بكل ما يملكون من قوة، أدخلوا علينا وعلى أبنائنا أنجس ما عندهم من الخبائث، يعني أجلكم الله، والنجاسة والجيف من إعلامهم الفاسد. أدخلوا علينا المنافقين ليل نهار لتحريف ديننا وإسلامنا ولم يستطيعوا. القرآن الكريم الذي في بلدي الآن هو نفس القرآن الكريم الذي في أفريقيا، هو نفس القرآن الكريم الذي في الهند، هو نفس القرآن الكريم الذي في الصين، حرف واحد لم يتغير. تخيلوا، هذه معجزة، هذه آية من آيات الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بدأ الدين الإسلامي ينتشر في أبنائهم وبني جلدتهم انتشارا كبيرا، دخلنا على 2 مليار. لذلك هم ميتين قهر، هم في غبن وفي غيظ. لماذا ينتشر الإسلام بهذا الشكل؟ سبحان الله، يريدون إلباس الدين الإسلامي غصبا، يريدون إلباسه أنه دين التخلف، دين الرجعية، الدين القديم، الدين الذي يحتاج إلى تعديل، الدين الغير حضاري، لا بد من محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يعني يعتبرونه إرهابيا، يعتبرونه قاتلا، تشويه من أبشع ما يكون، وكذب وتزوير، والحقيقة غير ذلك تماما. من أصغر مسلم إلى أكبر مسلم يعلم يقينا أننا لا نقتل الكفار في الشوارع. ها هي دولنا الإسلامية أكثر من 50 دولة، لا نرى المسلمين يركضون في الشوارع يقتلون الكفار. هذا كلام فارغ، كل دراستي هي الشريعة الإسلامية من بكريوس وماجستير ودكتوراه. ما عندنا بالشرع مسألة اقتل الكافر، هذه غير موجودة، هكذا مطلقا هذه غير موجودة. ولكن المنافقين من أمة محمد، الناس الذين لعنهم الله سبحانه وتعالى وتوعدهم بالعذاب الأليم، هم من يسعون إلى تشويه هذا الدين النقي الصافي الطاهر الجميل الرحيم. أي أحد تعلم الإسلام يعلم أننا نقاتل في ميادين القتال، الله أمرنا بالقتال، وقاتلوا الذين يقاتلونكم. فنحن كأمة محمد نقاتل تحت راية ولي الأمر، فنحن كأي أمة من الأمم لا تقبل أن تهان، ولا يوجد إنسان له شرف يقبل أن يهان ويهتك عرضه وتسلب أمواله ويغزى، ما في أحد يرضى بالشيء هذا. الحيوان لا يقبل، لو حشرت قطا في زاوية وآذيته سيجرحك ويعني سيؤذيك. لذلك هذه الادعاءات هي ادعاءات كاذبة. الله سبحانه وتعالى ماذا قال لنا في كتابه العزيز؟ قال جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. آيات كثيرة واضحة، فالأمر واضح عندنا. أنا عندي زملاء يعني من النصارى، عندي زملاء من ديانات أخرى، يعني موظفين وغيرهم، هندوسي وبوذي، نتعايش معهم. بالعكس، أنا كمسلم مطالب أني أحسن إليهم وأن أتمثل بالأخلاق الإسلامية الصحيحة من الأمانة والعدل والكرم والابتسامة والرحمة. ديننا دين رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى إذا دعوت إلى الله وأعطيت مثلا القرآن الكريم ودعوت إلى الإسلام، الرجل يعني يتأثر ويستجيب. أما مسألة أنت مسلم يعني أنت قاتل، هذه أرجو المعذرة، هذه غير موجودة عندنا في الشريعة الإسلامية. إذن نحن لا نقتل، نحن لا نعتدي، نتعايش ونحترم الآخر. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أمرنا ألا نسب آلهة المشركين، وأمر موسى وهارون بأن يذهبا إلى فرعون ويقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لا إكراه في الدين،
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن في النهاية سنقف كلنا أمام الله الواحد الأحد. الله سبحانه وتعالى لا يقبل الشرك، وأخبرنا بأنه لا يغفر أن يشرك به، وأن الذي يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وأنه لا قيمة له عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذا حكم الله وهذا قانون الملك الأعظم. إذن هل الإسلام حقيقة هو دين تخلف ودين رجعية؟ الدين الإسلامي كما قرر الفقهاء والعلماء أنه صالح لكل زمان ومكان. ديننا الإسلامي دين يسر وليس بعسر. دائرة الحلال أكبر بكثير من دائرة الحرام. على سبيل المثال، الله سبحانه وتعالى حرم علينا الخمر وأباح لنا آلاف المشروبات، اشرب ما لذ لك وطاب. الله سبحانه وتعالى حرم علينا الزنا وأباح لنا الزواج، تنظيم وترتيب الزواج عقد قوي لبناء الأسرة وحفظ حقوق المرأة وحقوق الأبناء. حرم الزنا لأن الزنا يأتي بالأمراض القاتلة. اذهبوا إلى المواقع الطبية المعتمدة وقرأوا كم مرض يسببه الزنا، أمراض خطيرة. يعني يكفي الوباء الكبد لو انتقل إليك عن طريق مثلا قبلة تدمر حياتك. فالله حرم علينا الزنا لأنه أجلكم الله خيانة، ولأنه يدمر الأسر والبيوت، لأنه يشرد الأطفال إن كانوا من الحرام، يدمرهم نفسيا وعاطفيا وأسريا، يمزق المجتمع. الآن في فرنسا على سبيل المثال، الإحصائيات الأخيرة تتحدث عن أكثر من 50% أطفال زنا. فالزنا دمار، والله ما حرمه إلا لأن فيه ضرر عليك أنت كإنسان، لا تستقر ولا ترتاح، وفي خطر، وأسرتك في دمار وشتات. لذلك هناك قاعدة فقهية عند الفقهاء والعلماء: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. الخمر لماذا الله حرمه؟ ما لا داعي يتكلم، الكل يعرف أن الخمر دمار وخراب، ويعني يدخل الرجل سكران يضرب زوجته ويعقد أبناءه ويهينهم، يعني مأساة. يخرج سكران يعمل حادث يموت، يموت الناس معاه. أذكر أني رأيت مجرم في إحدى البرامج الوثائقية عن أخطر السجون، هذا كان سكران قتل شخص وأكله وأخذ من لحمه وأعطى جيرانه. يعني أنا سامعه هو يتحدث، مصورينه يتحدث سكران. لذلك الله حرم كل شيء يضر الإنسان. فالدين هو دين طهارة، دين نظافة، دين نقاء. السرقة حرم علينا السرقة، حرم علينا الزور. لما تتبع هذه المحرمات تجد أنها فعلا لا يتحقق الأمان لك إلا بالابتعاد عنها. طيب، هذه المحرمات هي دائرة صغيرة جدا أمام دائرة المباحات والحلال. لذلك الدين يسر وليس بعسر، دين تعايش، دين نقاء ونظافة واستقرار ونمو وازدهار للأسر وللمجتمعات وللأبناء، دين محبة، دين رحمة، دين رقة قلب. الله سبحانه وتعالى ذم القاسية قلوبهم، دين العطاء، دين الكرم، دين الإحسان، دين احترام الجار. يكفي أن محمد صلى الله عليه وسلم الله زكاه من فوق سبع سماوات وقال: إنك لعلى خلق عظيم. هل تعتقدون أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يميزون؟ ترى مثلنا، لهم عقل ولهم ذكاء، بشر مثلنا. فلما رأوا هذا الصادق المخلص الأمين، هذا الوجه الطيب، هذه الأخلاق العالية، كانوا إذا رأوه يعني يفرحون، يستبشرون. قصص الحب لا تعد ولا تحصى. لا يوجد مسلم، توقع أنا والله أعلم، لا يوجد مسلم صحيح الإسلام والإيمان ما مر عليه يوم الأيام أنه بكى شوقا وحبا لمحمد، حب إلى درجة البكاء. إن كان هناك حب حقيقي وصادق، حب خالص، لن نرى مثل حب المسلمين لمحمد صلى الله عليه وسلم. والله العظيم عندنا استعداد أن نفتدي بأنفسنا وأولادنا وأهلنا لننظر إليه نظرة واحدة.
وأن نجلس بين يديه جلسة واحدة. فالذين يتجرؤون على هذا الدين العظيم وعلى هذا النبي الكريم هم في الحقيقة عمي وصم وبكم في الظلمات. هل يستوي الأحياء والأموات؟ لا والله ما يستوون. هل تستوي الظلمات والنور؟ أبدا والله لا يستوون. الآن دخلنا على 2 مليار مسلم. دين الإسلام هو أول دين انتشارا في العالم، أسرع دين انتشارا في العالم. الآن يبيعون كنائسهم ونحن نبني مساجدنا، صوامعهم ومعابدهم خاوية على عروشها، والمسلمون يصلون في الشوارع من زحمتهم. هذا هو الدين الحق، هذا هو دين الفطرة، هذا هو دين الأمان والسعادة والاستقرار. هذه كلمة مختصرة عن هذه الادعاءات الكاذبة التي كل فترة تخرج علينا. الدين الإسلامي إرهابي إرهابي إرهابي. كلما حصلت حادثة وشاب مثلا فجر نفسه ولا فجر قتل أبرياء، لماذا تجعلون الإسلام مقيد بهذا الشخص أو بهذا الأشخاص؟ لماذا؟ لماذا لا تنظرون إلى هذه الدول الإسلامية الشاسعة التي تتعايش ولا تقتل؟ لماذا؟ هم يخافون يا أخوة، والله العظيم يخافون، وعندهم مشكلة كبيرة. كيف نوقف هذا المد الإسلامي؟ دين لا يتوقف، نضرب فيه ليل نهار، ما خلينا شيء إلا يعني وبثيناه في هذه الأمة. الإعلام عندنا، يملكون الإعلام، القوة الإعلامية، ما خلوا شيء قذر إلا أدخلوه علينا وعلى أبنائنا وعلى بيوت المسلمين. مستحيل، مستحيل الذي يحصل. مساجدهم ملأة، يصلون متمسكين بعقائدهم. نحاول أن نحرف دينهم، لا جدوى. أدخلنا عليهم الشهوات ولا فائدة، لأنهم لا يعرفون أن الإسلام نور في القلب، وأن المسلم متصل بالله سبحانه وتعالى. والله يا أخوة، هناك أناس يعني مقصرين وعندهم ذنوب وخطايا في حق الله سبحانه وتعالى، ولكن عند فزعة الإسلام وعند التعرض لنبيهم المختار صلى الله عليه وسلم تجده سبحان الله لا يقبل أبدا ويفور دمه ولا يرضى. لو شتم والله أمه وأبوه أو أي أحد، بس محمد لا، صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول الله حقا، لأننا نعرف من هو محمد ونعرف ما هو الإسلام. فأبشروا وبشروا واعلموا أن هذا الدين قوي عزيز، وأنه كلما ضرب اشتد، وكلما ترك امتد وانتشر. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا ما عندي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد. ما طار طير في سماء، وما قطرت قطرة من سحاب.